شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجناح في معرض الدوحة الدولي للكتاب لهذه السنة بجناح مميز في الحقيقة، ولأول مرة نشارك بوحدة رصد الأهلة، والمجال مفتوح لمن أراد أن يلتحق بدورات تدريبية يأتي إلى هذا الركن ويسجل اسمه ويضعه في الصندوق. هذه مجموعة من المشاريع الوقفية التي بنيت من المال الوقفي وتشرف عليها الإدارة العامة للأوقاف. في هذا القسم سيتم الإعلان عن مجموعة من إصدارات الوزارة الجديدة، كما أدعو الزائرين لزيارة هذا الجناح لاستلام نسخته من مصحف قطر.